ميرسي. ايه يا ابني النكد اللي على الصبح ده؟ موزو بالله عليك لا تفكني، انا نفسيتي في الحضيض ويعني احساسي في الزفت. ليه يا سعدون ده انت ملك الاحساس، ايه اللي حصل؟ احساس ايه وزفت ايه بقى؟ ليله امبارح ما جالكش نوم ولا ايه؟ لا جالي عادي. امال ايه؟ امبارح الليله اللي استنيناها بقالنا كتير قوي، اول فرح يجي لنا واول اوردر نطلعه انا وفرقتي. والله طب الف مبروك، ده احنا مستنيين بقالنا كتير. طب يا عم خضيت، عملتوا ايه في الفرح؟ كسرنا الدنيا ولعناها. مبروك يا حبيبي، الف مبروك، تستاهلوا اكتر من كده. لا ما انت مش فاهم، احنا كسرنا الدنيا بالمعنى الحرفي للكلمه، اتخانقنا مع المعازيم وجابوا لنا البوليس. يا ساتر. ليه يا سعدون؟ هو كنا غنيتوا؟ ايوه غنينا، امال احنا رايحين نبيع بالليله الجرائيه موزو. غنينا. طب ليه يا سعدون ليه غنيتوا؟ احنا مش قلنا صوتكم ده ما يطلعش بره؟ قلنا على قد الجراج اللي بتغني فيه انت واخواتك والعربيات بس، ما حدش يسمعكم. والحلم، الحلم الكبير، حلم الفور اس، حلم انا واخواتي اللي قعدنا نحفر في الصخر بقالنا سنين عشان يطلع من النور. يطلع ايه؟ لا لا لا، ينزل في الضلمه تاني، ده ضرر سمعي بصري مش اي حد يستحمله، في الجراج وبس. ادي المصيبه، عنتر السايس عايز 1000 جنيه عشان يسيبنا نغني في الجراج. تسلفني 1000 جنيه؟ مين؟ انت. منين يا سعدون وانا لا اكل؟ هو انا كل ما اكلمك تقولي هو انا لا اكل؟ امال انت عايش ازاي؟ عايش على كلوكوز؟ يا سعدون انت هتطلع غلك فيا؟ لا يا مازو، انت عمرك ما وقفت جنبي يا مازو، انت عمرك عملت حاجه انا قلت لك عليها؟ طيب انا طلبت منك تكلم تهاني، كلمتها؟ لا ما كلمتهاش، بس عندي سبب، انا بقالي اكتر من اسبوع لا شفت تهاني ولا حتى خبطت فيها. ايه؟ استاذ مازو، طبق المهلبيه اللي مستني عملته لك انت ما اكلتوش، عايزه ولا اخده؟ ايه؟ هاتوا عصفور. هاتوا ما تروحش انت بقى، ها؟ تقعد للساعة 6 في الحوش تنظفه. اطلع بره يا جزمة. حزين. هشرح. هشرح. بتأكلني المهلبية؟ لا والله يا سعدون، ده هي اللي بتأكلني المهلبية قدامك أهو. اديني فرصة أخيرة وأنا هكلمها لك، بس استنى أشوف دخلة أدخلها لها. دخلة تدخلها. أكلني المهلبية. ألبسك السلطانية كمان ولا كفاية المهلبية؟ أكتر من كده؟ وأنت لبستها لي من زمان خلاص. حزين أوي. عندي بيت أمه فاروق، الشجرة طرحت برقه. اطلع يا سعدون من هنا. إيه يا مازو، خلاص سحبت الفلوس؟ ولا سحبت ولا تنيلت. هنرجع تاني بعد الحصة الرابعة نجرب. يعني ايه؟ يعني ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ انا كنت عامل حساب ان انا هستلف منك 1000 جنيه. 1000 جنيه منين يا سعدون؟ ما انت شايف اللي فيها. فلوس يا بيه. ايه 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 يا ست، الله يسهلك. يعني ايه؟ يعني خلاص الحلم راح في داهية. فرقة الفرقة هتترمي في الشارع. الشارع من الجراج مش فارقة يا سعدون، انت يعني كنت بتغني في الأوبرا، غنوا في الشارع يا عم. فلوس يا بيه. يا ست معيش زفت على دماغك، انت كمان انت مش سامعاني بقول له معيش. يعني طلعتني من المدرسة والنظرة ينفخ، حرام عليك يا أخي، عملت حساب إني آخد ال 1000 جنيه. ما أنا معيش فلوس يا سعدون، ما تبقاش باجح بقى، ما أنا يعني لو معايا هعزهم عليك. يا بيه فلوس يا بيه. يا ست معيش، ما أنا عمال أقول له معيش فلوس، أنت مش سامعة. ثانية واحدة حضرتك، بعد إذنك، هو لو معاه فلوس كان هيديني أنا عشان أنا صاحبه، إنما أنت مش صاحبتنا أصلاً. يا بيه أنا مش بشحت فلوس، أنا جاي أديك فلوس. أنت تديني فلوس؟ هو أنا للدرجة دي صعبت عليكي؟ اتفضل يا بيه. ايه دول؟ واحد وراني صورتك وقال لي استناك هنا واديك الفلوس واقول لك يا ابن الجيران، مبروك عليك. خلاص وجعت قلبي يا ابني. وجعت كفاية. كفاية ايه؟ ده انا مش عارف اشكرك ازاي، ده انا لو طول اتجوزك دلوقتي هتجوزني. وودي ابن عمي فين يا اخويا؟ طب استني استني، امسكي امسكي. طيب امسكي. انا خلاص خدت العشرة المية بتاعتي ومتشكرين لسيادتك. سلام عليكم. ده طلع بجد يا فرج الله. اللهم صل على النبي.
بعدين كنت عايزك في حاجه كده يعني. صباح لحظه يا سعد، معلش انا كنت محتاج لو فيها اساءه ادب مني يعني 1000 جنيه من الرزمه دي. 1000 جنيه منين يا سعدون؟ منين؟ والله لو معايا معزوم عليك. من الرزمه الملظلظه دي. انت قصدك دي؟ اه دي. دي دي فلوس الجمعيه. جمعيه؟ اه جمعيه. الشحاته لسه مديهم لك دلوقتي. اه ما الشحاته معانا في الجمعيه بتقبض الثالثه. حتى الشحاته معاكم في الجمعيه ولا لا؟ طب اعمل ايه؟ الحلم هيروح مني. محتاج 1000 جنيه. الله يكرمك. ما تخافش يا سعدون. خليك يا حبيبي. الفرس مش هتموت. هي لازم تموت طبعا يعني، بس هي مؤقتا مش هتموت. تسلم يا مودو. اطلع بينا بقى يلا. هنروح فين يا سيدي الناس؟ اطلع بينا، النظر هينفخنا يا سعدون. يلا حاضر. انا اسف. اللي انت عايزه، اللي انت عايزه. ايه رايك في الحفلة يا مازو؟ حفلة؟ حفلة ايه؟ سعدون مفيش غيري، انا هنا لوحدي. ما انت كفاية، ده انت سيدي الناس كلها. الألف جنيه فورا. ليه ليه ليه؟ ليه ايه؟ انا مش هقف قدام ربنا يوم القيامة ويحاسبني على الذنب ده. انا ذنبي ايه؟ ذنب؟ ده انا كنت هاخد منك 1000 جنيه تاني ونروح نسجل الاغنية الحلوة دي بقى في الاستوديو وابعتها لتاني على الواتساب. لا ما تعملش كده. ليه ما عملتش كده؟ ما تضمنش الواتساب يقبل حاجات زي دي ولا يهنك فيها. انت برضه لازم تقطم فيا وتكسر مقاديفي، بس خلي بالك لما نوصل انا والفور اس ما تتنحكش وتقول صاحبنا صاحب الفور اس. ايوه الفور اس بقى، انا عايز افهم ايه الفور اس دي بقى. انا شايف سعيده 1 سندس 2 سعدون 3، جت منين الفور؟ مش شايف بطن سعيده دي جواها الاس الرابعه؟ مين؟ سندباد بلوخت. ما انت تسكت بقى نايم. يا سعدون يا سعدون، جبت الغيره؟ عيب يا صاحبي، جبته طبعا. حلو قوي. بص بقى يا سعدون، انا النهارده فعلا محتاجك جنبي. صاحبي جلدي في جلدك يا صاحبي، مش هسيبك. بس بقول لك ايه؟ هغني بقى في الفرح النهارده. بص يا سعدون هقول لك حاجه، لو الموضوع الغيره ده باظ هضطر اسف انا اخليك تغني، مش هيبقى عندي حل تاني. يعني ايه؟ هو احنا بلان بي للغيره؟ لا اصل انا ايه. خلاص خلاص يا سعدون هخليك تغني، بس اهم حاجه قبل ما تغني تسمع كلامي بالحرف وما تسالش. كلب دوبرمان وانت صاحبه، ست ست تشقلب تشقلب، سلم على عمه هتلاقيني سلمت. بس بقول لك ايه، هنغني في مصلحه بقى في الفرح. والله لو ربنا كرمنا ان شاء الله والفرح باظ هظبطكوا جامد. ليه يا موزو الفرح هيبوظ؟ هو احنا كنا ما نغني في فرح لازم يبوظ؟ لا انت مش فاهم يا سعدون، انا عايز الفرح يبوظ، انا جاي من بيتنا عشان ابوظ الفرح. ياه انت بقيت سادي قوي. اه مش قلنا ما تسالش؟ عيب، كلب بلدي شوارع هيلحس جزمتك، اعتبر ان انا ده وهو مش كلام. طب احنا نعمل ايه؟ احنا ممكن نغني لك كام اغنيه وحشين نبوظ لك بيهم الفرح. الله البت دي بتفهم قوي. احنا في اغنيه كده احنا بنحبها بس هي وحشه قوي، اسمها شهاده وفاه، يعني بتدمر اي حاجه. لا 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 انا عايزك تغني زي ما بتغني عادي، انت لو غنيت بطريقتك العاديه الفرح هيبوظ لوحده. ماشي خلاص متفقين ولا هتقعد تلوكلوك كتير في الكلام وتسال؟ عالمي يلا بينا. يا سعدون قلت ايه؟ قلت ايه في ايه بس يا مازو؟ هو انت ايه اللي رجعك للعب ده؟ انت مش كنت بطلت لعب؟ انا بطلت يا سعدون بس مصلحه وجايه لي، هقول لها لا. اي تحدي هكسبه ضد وسيم هكسب فيه فلوس حلوه، بس انا مش عارف اعمل كده لوحدي، انا محتاجك معايا. لا ما انا دايما معاك، مفيش حاجه يا مازو، بس اللي انت بتطلبه صعب قوي، واذا اردت ان تطاع فامر بحاجه سهله كده. يعني فيديو ايه اللي يعمل مليون مشاهده ده في 3 ايام؟ إذا كان ركبني المرجحة بجليلة قدر جابهم بعد أسبوع. أنا جايبك تساعدني ولا جاي تهبطني؟ لا أنا معاك طبعا يا حبيبي ولازق فيك، مفيش أي مشاكل، بس صعب صعب. أستاذ مازو. إيه؟ يا عصفور أنا بصراحة الكتاب مش جايب حاجة معايا، فيعني لو مش هيضايقك طلع التليفون كلم واحد صاحبي اسأله في حاجة. هتسأله على حاجة في المنهج ولا هتقعدوا ترغوا في ماتش الأهلي؟ في المنهج طبعا. في المدة طلع التليفون. في الانجاز ممنوع ده، ممنوع. اه ما تزودش على الخمس دقايق عشان هنبقى بنزعجك في الغلط. اه يا سعدون صح؟ طبعا طبعا طبعا. الموضوع ده بقى يعني في مصلحه قد ايه فلوس كده؟ بص لو كسبت التحدي ده هيديني 2000 جنيه. كو سوري على الازعاج. سوري انا اسف. 2000 جنيه ده رقم جميل. طب يعني معلش يا مازو، يعني مفيش حاجه علينا من ال 2000 جنيه؟ يا سعدون انت بتشتمني؟ يعني انا لما تجي لي مصلحه زي دي هنسى اخواتي برضو؟ لا ما انا مش عارف. لو سمحت يا مستر ممكن توطي صوتكم، عايز اركز في الامتحان. نعم
عايز اركز في الامتحان، عايز احل يا مستر. لا انا اسف، حل طبعا يا حبيبي. كنت بقول لك يا سعدون، هو انا لما تجيلي مصلحه زي دي هنسى اخواتي؟ مش معقول ابدا يا مازو، ده انت فخر الرجوله. مازو سلم نفسك يا مازو، الفصل كله ما حصل. علي صوتك يا سعدون عشان مش سامعك. علي صوتك بالغنى، كل الاغاني ممكنه. خلاص بقى وطي صوتك بقى، خلاص ما يتحرق. هو هيحل ولا ايه؟ مش هو عصفوره بيتكلم في التليفون؟ سوري احنا اسفين عصفور. مازو بص من الاخر كده، انا كل اللي محتاجهم 500 جنيه، احطهم على 150 اللي معايا، يبقى كده شبكه تهاني جت. تهاني برضه؟ تهاني يا سعدون بحبها قوي يا مازو، دي دايما بتطلع لي في كوابيسي وللاسف. انت صحيح فتحتها في الموضوع ولا لا؟ فتحتها. ما تفتحها انت يا سعدون، هو انت صغير؟ لا ما اصلي انا هي ما بترضاش تتكلم معايا، تتكسف مني قوي يعني، لما بقابلها وباجي اتكلم معاها تنفض لي وتسيبني وتمشي، حتى لما بكلمها في التليفون بتكنسل عليا. خجوله قوي. انت ترجمت ده انه خجل؟ ها ايوه. سيبك من تهاني، انا هديك نص المكسب اللي هكسبه 50-50. كو كتير قوي، انا مش عارف اقول لك. السلام عليكم. ايه ده باشا؟ وعصفوره موجود؟ انت معانا هنا في المدرسه؟ لا يا استاذ، انا عاصم صاحبه وجاره من الهرم، هو اتصل بيا وقال لي اجيله. ده صاحبي يا مستر، كلمته بس يجي يساعدني. انت اللي كلمته؟ لا قفله خالص. خش يا عاصم، خش. بس ما تتكلموش بقى في حاجه بره المنهج. عشان احنا مش ثلاثين عصفوره. ماشي. انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه؟ انت بتغش واحنا قاعدين؟ لا والله يا مستر، انا بس كنت بستلف منه الاستيكه. استيكه؟ استيكه؟ ده انا همسحك مسحيين صفاقه واللي تلاته دي. بفكرني يا سعدون بعد اللجنه نعمل له محضر غش. لا يا مازو، محضر غش ايه ده؟ انا هعمل له محضر في القسم، ومش كده وبس، ده انا هكتب على نظارتك غشاش عشان هننزل نزفك في الحوش تحت. ايه اللي تلاته دي؟ افترى زياده ولا ايه؟ بصراحه دوسنا على وش الواد جامد. بص فرقتك، عايزك دلوقتي بقى تمخمخ لي كده وتفكر لي في فيديو يعمل 1,000,000 مشاهدة في 3 أيام. مرحبا بكم يا أصدقائي، اليوم معكم دكتور مازو، يقدم لكم كريم دكتور مازو، إنه يشد ترهلات الجسم ويجعل لكم أنهارا من السكس باكس. معنا صديقي جورجي يحكي لنا تجربته مع كريم دكتور مازو. فلتحكي لنا تجربتك يا جورجي مع السكس باكس. سكس؟ انت مش قدري في اعلان اجتماعي عادي؟ لقد كان كرشي مدلدلا دلدولا، وكنت اعاني من قله الفتيات في حياتي او انعدامهم. ولكن ماذا بعد ان استخدمت كريم دكتور مازو؟ ما زالت الفتيات منعدمه في حياتي برضو، ولكني لاحظت شيئا لم الاحظه من قبل. إنه منتج مذهل وجاحد، فالطليطة منه بتحسسك بالسكس باكس. أرى إنك أصبحت أكثر جاذبية يا جورج، إنني أحقد عليك بشدة. نعم، أنا أرى الحقد في عينيك. إنه كريم دكتور مازو. خلاص بقى يا مازو، ما تزعلش نفسك، هنعوض ان شاء الله. بلا تتعوض بلا بتاع بقى، اسكت. 8 فيو يا جاحد بعد المجهود ده كله؟ انا اللي غلطان اني اعتمدت على فاشل زيك. بس ما تقولش زيك بس، على فكره كل اللي حصل ده بقى منك انت. من انا؟ منك انت. وفكره شاهد فستان هيفا قبل الحذف دي فكره مين؟ مش فكرتك؟ وفي الاخر جاب الثلاثه فيو. يا سلام، طب ما هو الفيديو بتاع البطاطساية ولا تغرق قبل ان تقول سبحان الله، ما فكرتك انت وجاب 3 فيو برضه يا راجل. واحذر حفر الطريق صلاح سالم، ده كان فكره مين؟ صلاح سالم. اسكت بقى. ماشي. ايه ده؟ مش معقول يا اولاد كده. لا ايه ده هتغسلوا السجاده هنا؟ مش معقول. ايه ده يعني حاجه؟ ده واحد بيرمي نفسه. فين ده؟ انت يا ولد، الولد اللي قرع المدلدل نفسه من البلكونه فوق، راسك اتقل من جسمك، هتقع. خش جوه يا حبيبي. ابعدوا عني، محدش دعوه بيا. خلاص انا زهقت، بقالي سنتين خاطب ومش عارف اتجوز. يا دي حمار انت، ما انت لو اتجوزت هتبقى عايز برضه تنتحر كده احسن لك. ارجع واسمع كلامي لاحسن تقف في الشارع. مالكش دعوه انت، ابعد عني. ثانيه واحده بس يا كابتن، دقيقه هظبط الكاميرا وارمي نفسك، انا هقول لك. ايه ده؟
انت بتعمل ايه يا موزو؟ صوره، انت عارف الفيديو ده لو نزل على اليوتيوب هيعمل كام فيو؟ ياه، الولد الاقرع ده رخيص للدرجه دي؟ هتموت بني ادم عشان 2000 جنيه؟ حرام عليك يا اخي، قسما بالله ده انا ما اعمل كده حتى عشان 2600 جنيه. اسكت بقى، انت مش فاهم حاجه. يلا يا معلم نط. ما تنطش، اوعى تسمع كلامه يا بلطاي، اوعى تنط من فوق. ملهاش لازمه السجاده دي يا جماعه على فكره، هاتوا له سجاده صلاه على قده، حتى لو مات نلف فيها ونمشي. يلا يلا نط بقى، انا بصور اهو. ابعدوا عني، انا عايز انط. طب يا عم نط، احنا مستنيينك بس بسرعه عشان فاضل 5% في البطاريه. ابعدوا عني، ابعدوا عني. ما تنط يا عم، انت هتقعد تقول هنط ومش هتنط. اسمع كلامي يا ابني، لسه المستقبل قدام. استنى والنبي، لا استنى والنبي، ما تنطش. ابعدوا عني. استنى ما تنطش. نط. معلش، ممكن تنط تاني، ما لحقتش اصور. نط 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 يا سعدون. بسم الله الرحمن الرحيم. في مشكلة بتواجهنا كلنا كتير وللأسف ما بنعرفش نتصرف فيها ازاي. كتير بتبقى انت مثلا خارج من باب الشقة وبعد ما تقفل الباب تكتشف ان انت نسيت مفتاح الشقة جوه، وساعات كمان بتبقى طالع تطلع الزبالة بره فالهواء بيقفل الباب، وساعات بتبقى نازل تشتري حاجة لا لا، مازو انجز عشان البقى بس. حاضر. المشكلة دي بقى لما بتحصل، لو انت فكرت تبعت تجيب نجار، النجار هيتأخر كتير ولما يجي هيقعد يكسر لك في الباب. فأنا النهاردة هعلمكم طريقة تقدروا بيها تفتحوا باب الشقة وانت مش معاك المفتاح. هنقول مثلا ان ده باب الشقة. ما هو باب الشقة، ما المتسكت انجز. وانا نسيت المفتاح جوه. مين؟ افتح يا كريم، انا بابا. ده في حالة لو في حد في الشقة، لو مفيش حد في الشقة هنضطر بقى نلجأ للنجار. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل شير وسبسكرايب للفيديو، واوعى تنسى تعمل لايك لصفحتي على الفيسبوك. انا مازو والباقيين اتغاظوا. مين اللي بيخبط يا شيماء؟ اقفل. يلا اطلع. ايه؟ وقف ليه؟ ايه ده؟ وقف ليه يا سعدون؟ ايه في ايه؟ حرام عليكم، ده بقى فيو. فيو واحد. فيو واحد بس يا كفر. فيو واحد. يلا فيها. شوف شوف شوف، هجيبه يعني هجيبه. شوف هجيبه. هيجرى لي حاجه، ما تخافش. صرف، هيجرى لي حاجه. اكيد مزنوق هنا ولا هنا. هجيبك يعني هجيبك. فيو مش هعرف اجيبه. ما تقلقش يا مازو، الفيو ده عندي وانا هجيبه. خلصت يا سعدون. مازو، لا انا حبيت بس اقول لك ان ابو اكرم نزل الملعب تاني. بتعمل ايه يا غلاتي؟ الاتش يا كسفتي. مع النشرة الإخبارية، إعداد الأستاذ سعدون الدين حسين. حبيبي على الصورة. أبلط هاني اشترت جاكيت جديد أمس، قد أشاد به أستاذ سعدون في تصريح خاص للإذاعة المدرسية معلقا بأن الرق على القالب. فصل أسبوع، فضل أشادي كمل مكانه. احنا أسفين يا عصفورة. مصر 100 شخص في زلزال بالجابون. أنا أول مرة يتعلم عليا كده في حياتي. ومن مين؟ وسيم الهفق. مفيش حاجة. وسيم، بس مفيش حاجة. أصلا أنت مش عارف وسيم ده عامل إزاي. ده كان بيلبس شراب تحت الكروكس يا سعدون. ده كان جايب جراب للموبايل بيعلقه في حزام البنطلون يا سعدون، أنت متخيل؟ تخيل إيه يعني؟ طب فيها إيه الحاجات دي؟ ما أنا بعمل الحاجات دي كلها عادي يعني. ما أنت زبالة يا سعدون، أنت هتحسب نفسك بني آدم معانا. صدق عندك حق، صح. هتخون مراتك يا مازو؟ لا طبعا. برافو مازو، صاحب الجدع. لا، هو انا عايز اخونها، بس انت بتتكلم في واحده انا بتشاهد وانا بقول لها صباح الخير، هروح اخونها. صحيح، مخيف. استاذ مازو معلش والله، كان عندي حصه ولسه مخلصها. تريزا احضرنا. بس انا عندي سؤال يا مازو، هو الرهان المره دي على كام فلوسي؟ اللي هيكسب هياخد ربع. ربع ايه؟ ربع 100 جنيه. ربع 100 جنيه؟ ربع 100 جنيه. ربع 100 جنيه، دي عملة جديدة؟ ورقة ب 25 جنيه؟ لا، ربع 100 جنيه. 400. بس ايه ده؟ اقل ليه من الرهان اللي فات؟ احنا عشان احنا خسرنا. المفروض بقى ده نكسب علشان ناخد فلوس اكتر. صح. والنبي يا سعدون، انا معتمد عليك في التحدي ده. انا مش هعرف اخون مراتي. طب انت عايزني اخونها؟ يا جحش، تخونها انت ايه؟ انا عايزك تفكر لي في فيلم نعمله عليها.
اهم حاجه ما نموتش في اخره. انا عندي فكره، تخليك تخون مراتك. اخرس عصفوره، ما تسيبه يقول. لا ما يقولش اندر ايدج، ده موضوع خيانه وهتتكلم وانا قاعد. عصفوره ايه ده؟ الخيانه بقى ملعبي الصياعه، انما هو اندر ايدج ما غركش منظره، ده لسه صغير. والف به خيانه لازم تخون مع واحده ست. شوف الخبره. ما انا اكيد هاخدها مع واحده ست يا سعدوني، انت بتضيع وقتي ليه؟ الله، ما انا تفضل بقى، مش عايز غباوه. ما اهو يبقى احنا هندور على اي ست ونقفشها. تروح انت واخد الست بقى، وتروح طالع على البيت تفتح باب الشقه. أعرفك يا شيماء بعشيقتي الجديدة، وكل يوم من ده لو عاجبك عشيقة داخلة وعشيقة خارجة. عادي. أنت سببي، جبت لي معاك ليه؟ اختي يا اريال، وانا ممكن اعيش كده ولا لازم اتلحم ولا ايه؟ انا سمعت صريخ وضرب نار، في حاجه ولا ايه؟ مستر سعدون عنده حاجه، لو اخرها هتخلص على كام جنيه، على كام شروط تكون 10 و400 جنيه. لا لا انا مش هينفع اعمل كده. لا ايه في ايه يا مازو؟ مالك مالك يا هو ماله فيه؟ بص لقدام يا مازو، لو قدرت تاخد الألم منها هتتنغنغ قدامي. ماشي اشتريت، بس أنا محتاج حد معايا. بقول لك إيه، هي تهاني؟ قوم انت عصفورة عشان هنتكلم في اعراض. ماشي، هطلع انا بره اشرب لي سجارة في الحمام قبل ما تخلص. الشاي عندي بقى، بالتوفيق يا حبيبي. ياه تهاني حوششة القلب، فكرت يبقى صحيح بقى، يبقى اقول لها بقى على الموضوع اللي قلت لك عليه. بكره بكره الصبح اخلص التحدي ده واروح اكلمها لك على طول. بس انا كنت بفكر ما نجيب تهاني تعمل عشيقتك. اخوه ليه؟ احنا اصحاب، تعمل عشيقتك وانا ليه تحطرني؟ هي عشيقتي بجد، ده تمثيل كده وكده. لا ولا تمثيل ولا كده وكده ولا اي حاجه. عيب دي عيب، عيب خطيبتي. خلينا نخسر التحدي. نخسر التحدي احسن من نخسر بعض. بس انت ايه؟ اسكت. انا بس يا خاين. لا 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 يا اسراء، انت فاهمه غلط. وسيم عمره ما يعمل كده. انا اللي بخون شيماء، انا اللي خاين. بس يا مازو، ما تدافعش عن صاحبك اكتر من كده. انت انسان محترم وبيهدر مراته وبيصوم بيته، ما تتكلمش عن المهزق ده. والله انا اللي مهزق، ده ما يعرفهاش، دي عشيقتي انا. انت عشيقة مين يا ماما؟ انا عشيقتك انت. اهي شيماء طبت علينا فبعتها تستخبى هنا. بتتكلم بجد والنبي يا مازو؟ ايوه. يعني وسيم ما بيخونيش؟ نيفر. انا اسفه يا وسيم، اسفه والله. انا مستحيل اخونك يا حبي مهما شفت حلوين. انا بس نار غير عمتني، وانت عارف ان انا بحبك قوي. هات راسك ابوسها. استني عندك يا مدام. انت بتعمل ايه هنا يا سعدون؟ تعك من ورا ظهري تبقى عدوي. انت كنت فاكرني ايه يا مازو؟ برطمان بيجامه؟ انا فاهم كل حاجه. مدام اسراء، تهاني دي تبقى عشيق مستر وسيم ده. يا ربي، شفتهم كتير قوي مع بعض في المدرسه، وبالاخص في اوضه التدبير المنزلي، ومستخبيين ورا شوال البطاطس، وهم فاكرين ان انا مش شايفهم، بس هم كانوا باظين من ورا الشوال. مش قادر اقول. يا خاين يا غشاش يا كداب. ليه يا مستر؟ هو كده يا عصفورة، أنا عايزك تنسى أي حاجة أنا علمتها لك قبل كده. اشرب اللبن، اغسل سنانك، اعمل حاجة صح، حاول ما تعرفنيش خالص، أنا مش عايز أعرفك أصلاً. ليه بتقول كده بس يا مستر؟ هو كده اللي بقول لك عليه أعمله النهاردة بالذات. ده سعدون ده؟ طب استناني هنا، أو حاول في الوقت اللي ما عندكش فيه حاجة تعمله، احضر حصة الساينس. لا أنا هستنى هنا.
سيب القصب ده واتكلم معايا يا سعدون. لا بعد اذنك ما تتكلمش معايا. مش انا جاي اصالحك يا سعدون، ومش حبا فيك على فكره، بس النهارده بالذات ما ينفعش حد يزعل مني. صالحني بعد ايه؟ بعد ما طعنتني في شرفيها. ما تقفرش يا سعدون، ما انت عارف ان كله كان تمثيل في تمثيل. انت مش مهم، انا عارفك ناقص وتعملها وتنسى هواك، انما تهاني استغفر الله العظيم. تهاني ملهاش ذنب، انا اللي غويتها ووعدتها بالجواز. وبعدين اصلا انا كنت بعمل كده عشان اكسب والله، وانت جيت في الاخر وخسرتني، يعني واحده قصاد واحده. خلاص بقى يا سعدون، قلبك طيب بقى؟ ده انا محتاج في المهمه الجديده والله محتاج لك. انا عارف ان انا قلبي طيب. ايش ايه بقى المهمه الجديده؟ المهمه الجديده ان انا ابقى مثالي النهارده طول اليوم، وما اكدبش ولا نافق ولا اغلط اي غلط. لا انت تنسحب بقى. لا انت هتحبطني بقى. خلاص خلاص خلاص، انا معاك، انا هطلع اجدع منك رغم اللي انت عملته معايا مع تهاني خطيبتي. يا سعدون تهاني مش خطيبتك. لا خطيبتي مجازا باعتبار ما سوف يكون. مش انت لما كلمتها قالت لك افكر؟ عمري ما كلمتها عنك ولا جبت لها سيرتك، كنت كل ده بضحك عليك واسجدك عشان ما توجعش دماغك. انت بتقول ايه؟ يلا بقى خد مني اللي انت عايزه النهارده بقى. يا نهارك ازرق يا مازو، انت كل ده كنت منيمني على المشمع. ابوس ايدك يا سعدون، ما تضغط عليا اكتر من كده، عشان في حاجات تانية ما ينفعش تتقال خالص بقى. ورغم كده يا سيدي هخطبها لك الاسبوع الجاي. لا الاسبوع الجاي ايه؟ لا لا انت هتخطبها لي النهارده. لا النهارده ايه؟ النهارده. لا النهارده. طب بكره. انا لازم استغل الحاله اللي انت فيها دي النهارده. ماشي يا سعدون النهارده، ما انا مش هينفع اقول لك لا. عصفوره يا استاذ مازو، تطلع لمستهاني دلوقتي وتقول لها ان استاذ سعدون واستاذ مازو هيجوا بالليل يشربوا القهوه مع باباكي. حصل يا استاذ. احنا كده رجعنا اصحاب تاني.